انتي مجهزه لنا حاجه، انتي والفرقه طبعا الجميله دي مجهزه لنا حاجه عشان فلسطين، الناس كلها متحمسه عشان تشوفها. طبعا احنا عندنا اغنيتين عايزه احكي لك الاغنيتين دول قصتهم جت ازاي. انا في الاول قبل اول ما بدات الاحداث انا ما كنتش قادره اغني خالص، وكنت حاسه ان احنا محتاجين نقف لحد ما نستوعب اللي بيحصل وبعدين نبتدي نشوف ايه رد الفعل. فيمكن في الفتره دي كانت اكتر حاجه وجعاني جدا انه المناظر الشاحنات اللي واقفه على المعبر مستنيه انها تروح توصل المساعدات. فانا فكرت انه دي اكتر حاجه وجع قلب الناس كلها، انه الناس عايزه تساعد بس مش قادره تعمل ده يعني. لقيت اغنيه من التراث الفلسطيني بتتغنى بطريقه اسمها الملاله. الملاله دي ان هم بيدخلوا حرف اللام جوه الاغنيه، كانوا بيغنوها امهات الاسرى الفلسطينيين ليهم في السجون علشان يبشروهم بقرب الفرج وان في حد جاي يساعدهم، وفي نفس الوقت يخلوا الحراس اللي بيعرفوا عربي مكسر ما يفهموش هما بيقولوا ايه. اوكي. فكانت اغنيه تحمل بشره بالفرج وتحمل بشره ان في حد جاي ما تقلقوش. فاحنا حسينا انه هي دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها، اللي هي إعادة التراث الفلسطيني والناس تعرف. والأغنية دي بالذات، إن الأغنية دي بالذات كانت بتقول يا طالعين الجبل، بتتكلم الناس المقاومة اللي طالعين يحرروا الفلسطين، يا الموقدين النار يا اللي شايلين نار ورايحين تبشروا إن إحنا جايين نحرركم، بين اليمان يمان يعني بين القضبان. فأنا عايزة أقول لكم إن عيني وهنايا وروحي جوه السجن ده، وأنا مش عايزة منكم لبس ولا عايزة حزام زنار اللي هو الحزام ولا عايزة أي حاجة. كل اللي أنا عايزاه الغزال ابني الجميل المحبوس جوه، وإن شاء الله حبسه ده مش هيدوم. الله. فانت لما تسمعي الاغنيه ممكن تفهميش لان فيها لام. بس انت طلب منك على السوشيال ميديا لما نزلتي الاغنيه دي ترجمه للاغنيه، مظبوط كده؟ فانت عملتي فيديو وترجمتيها للناس. بالظبط. انت عرفتي اصلا ازاي معانيها فترجميها؟ يعني جبتي منين السورس؟ السورس الانترنت يعني. ذاكرتي اخواتنا الفلسطينيين طبعا يعني ناس، في ناس كتير قوي من الفنانين الفلسطينيين مهتمين بحفظ التراث بتاعهم، فكانوا قدموا الاغنيه دي وشرحوا معناها وترجموها بالانجلش كمان. فده بالنسبه لي كان جميل. كمان جمهوري انا على السوشيال ميديا فيه منه كتير قوي من اخواتنا الفلسطينيين، فكنت بسالهم يعني بكتب بوست عندي على الصفحه يا جماعه انا محتاجه مساعده في الترجمه، محتاجه افهم الجزء ده. فكانت الناس بتساعدني. اه لا ده انت ساعدتي وذاكرتي وعملتي ريسيرش بتاعك، فقد ايه فعلا دي حاجه جميله قوي. طب انا يعني متحمسه جدا بقى اسمعها عشان احاول اسمع كلماتها وافهم بقى اللي انت قلته لي. يلا بينا. يا طالعين عيني للجبل يا مول الموقدين النار، بين لليمن يمن عيني للهنا يا روم، ما عيني للهنا يا روح، ما بدي منكي للكم خلعة ولا لا لا لا، بدي زنار بيني لليمن يمن عيني للهنا يا بجد يعني. تسلم ايديك ويسلم تعبك، وان انت اكيد لما عملتي بحث في الحاجات دي واضح التعب والمجهود. بجد يا جماعه بشكركم جدا على الفن الخطير الجميل اللي انتوا بتقدموه للناس، حاجه فعلا مشرفه جدا. خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني على طول، خليكم معانا.